ورجعت لكم تاني في الحلقة التانية مع ستاند اب كوميدي مع محمد عصام. طبعا هنكمل على الموضوع على طول، ويلا بينا نخش على الحلقة على طول. طبعا وقفنا المرة اللي فاتت ان بعد ما قدمت التظلم جالي التكليف في عزبة اسمها ابو كلسون. ايوه ابو كلسون، والله زي ما انت سمعتها كده صح. فالمهم قلت انام بدري بقى قبلها عشان اصحى الصبح اروح نشيط كده فايق واشوف الناس عاملة ازاي، اشوف المكان، اخد عنها فكرة يعني. فنمت وصحيت الصبح الحمد لله، رحت فالحمد لله يعني الحمد لله كان مشوار زي العسل، ما شفتش انيل منه في حياتي. فالمهم رحت هناك كنت عمال اسال زي العارف تايه، يا جدعان فين ابو كلسون دي، يا جدعان فين ابو كلسون. بس الحمد لله في واحد ابن حلال دلني، قال لي شايف الميكروباص ده هناك ده؟ قلت له ايوه. قال لي روح اركب فيه وانزل واسال هناك. قلت طيب قشطه، ما سهل اهو. فروحت جبت الميكروباص ونزلت. بعد كده قابلت واحد تاني ابن حلال برضه، بساله فين عزبه ابو كلسون دي. قال لي شايف العربيه النص نقل دي؟ قلت له ايوه. قال لي روح اركب هناك وانزل اسال هناك وهيدلوك. ماشي يا سيدي، مش متشكرين ونروح. بعد كده رحت هناك نزلت برضو اسال يا جدعان فين عزبه ابو كلسون دي، لحد برضو ما واحد ابن حلال تاني قال لي شايف الحمار هناك ده؟ قلت له ايوه. مال؟ قال لي روح اركب وانزل ناس هناك هتدلك. ماشي يا سيدي، اما نشوف اخرتها. وبعدين ركبت على الحمار ونزلت في حته. وبعدين سالت واحد تاني ابن حلال برضه، قلت له يا عم الحاج فين عزبه ابو كلسون دي؟ قال لي انت هنا في العزبه، عايز تروح فين؟ قلت له عايز اروح الوحده الصحيه. فين طريقها؟ قال لي شايف الراجل هناك ده؟ فببص لقيت الراجل ضعيف وباين عليه بيطلع في الروح اصلا. فقلت له يا عم الحاج مال؟ بس ده مش هيقدر يشيلنا اصلا، هيشيلني ازاي لحد هناك؟ قال لي يشيلك ايه يا استاذ؟ انت اهبل ولا ايه؟ انت شايف الراجل ده؟ ده زميلك هنا دكتور برضه، بس اهل البلد منعين عنه الاكل والشرب عشان ركب كانولا غلط. كانولا غلط؟ يا نهار اسود. ففجأة بقى ما حسيتش بنفسي الا وانا بصحى من النوم. يا لهوي، ده كله كان كابوس؟ طب الحمد لله انا ده كان كابوس. يا نهار اسود، ما بعرفش اركب كانولا، يعني ركبها غلط وعملوا فيه كده؟ ده انا عمري ما ركبتها صح اصلا. فالمهم قلت لا انا مش رايح ولا ابو كلسون ولا بتاع، انا مش حاملي كلاسين برضه، انا هروح اعمل تظلم. ولحسن حظي كان ايامنا في حاجه اسمها اللي هي ايه الابن الوحيد، حاجه كده في القانون اسمها التظلم مع الابن الوحيد. دي طبعا تتقبل يعني، بس مش قوي برضه، بس قلت ما اجرب حظي يمكن تتقبل. فالحمد لله رحت جربت حظي وعملت تظلم. وعدى اسبوع، عدى التاني، عدى شهر، عدى التاني، وبرضه مفيش اي نتيجه. لحد ما وانا قاعد في البيت كده دقني تولت وشعر طول، ما بقاش متسرح زي الاول، وبقيت اشوف ابويا كتير كده. فلقيت ابويا مره واحده كده جه يقول لي هو انا شفتك فين قبل كده؟ اهو شفتني فين قبل كده يا حاج؟ اكيد شفتني في المطبخ وانا باكل. لا 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 لا، غير المطبخ. قال لا اكيد يا حاج شفتني وانا عندي التلفزيون كنت باكل، اصلا مش باتش كويس في المطبخ. لا غير التلفزيون والمطبخ. يبقى اكيد يا حاج شفتني معاك على السفره واحنا بناكل برضه، اصل انا ما عملتش حاجه في حياتي غير ان انا باكل. قلت كده بيبص لي، انت مين يقعد ودخلت هنا ازاي؟ فقلت له يا حاج انا ابنك، انا ابنك الدكتور. دكتور؟ دكتور ايه يا ابني، انت مالك وبقيت بتتكرر كتير كده في البيت؟ ده انا ما لفتش كتير النهارده يعني. الراجل دي ولا الراجل فقد الذاكرة ولا ايه؟ طب اعمل اقنعه ازاي؟ مش عارف فين وفين. بقى لما اقنعته ان انا ابنه متربى عنده في البيت بقى لسنين وكأني كنت في الاخر فرخة كده متربية عنده. فالمهم ان هو في الاخر اقتنع. فقال لي كده وانت ايه اللي معادك في البيت هنا؟ يا حاج انا المفروض يا حاج ان انا كنت المفروض يعني اروح اتكلف يعني، بس المكان طلع بعيد فعملت تظلم عشان ارجع المكان هنا يعني في البلد يعني وكده، ابقى قريب منك. حار اسود، تبقى قريب وتاكل نايم شارب ببلاش؟ يا حاج انت بتذلنا ولا ايه؟ ده انا ابنك.
ابن ايه؟ لا غور كده وشوف مصالحك. غور ايه يا حاج؟ يعني لو ديك حاجة راح اسكن في ابو كلثوم دي الاقي واحد يروح يموتني عشان الزمالك اتغلب وانا بشجع الاهلي؟ لا يا ابني اتغلب ايه، احنا ما صدقنا ان هو بياخد الكاس وبيفوز. فالمهم فين وفين لما قعدت ساعات اقنعه ان انا ابنه، الحمد لله اقتنع ان انا ابنه. بعد كده بقى الحمد لله جات لي التكليف بتاعي في بلدي، في المحافظة عامة بس مش في نفس البلد، جات لي في بلد تانية بس أحسن من أبو كلثوم، أنا مش حاملي كلاسين برضه في الحر ده والله. فالمهم ورحت بقى أول مشوار ليا في عزبة الحاج هيثم، دي طبعا كانت أقرب مكان ليا. ورايح بقى إن أنا خلاص بقى بعد أن دخل شهرين في البيت، ورايح بقى خلاص كده بقى همارس حياتي المهنية وهتقدم هتقدم هتقدم وبلاش هتقدم. فالمهم رحت هناك بقى عشان استلم، وركبت مواصلات لحد ما وصلت عزبة الحاج هيثم، والصراحة تعبت جدا في المواصلات بس برضه مش في نفس التعب اللي أنا تعبته في عزبة أبو كلثوم اللي كانت في الحلم، ما بالك بقى لو كانت في الحقيقة كان إيه اللي هيحصل. المهم وصلت الباب بتاع الوحدة الصحية ورحت سألت ممرضة، كانت واقفة، أنا عايز، أنا الدكتور اللي جاي هنا وعايز أعرف نظام إيه. فقالت لي يا نهار أبيض يا نهار أبيض بيك يا دكتور يا ألف يا نهار أبيض. حسيت كده ان انا رايح اتجوز بنتها ولا ايه مش عارف. فسالتها انا عايز برضه انا الدكتور اللي انا المفروض اعمل ايه، فقالت لي تعالى يا دكتور لما اوديك للمديره تعالى. راحت مسكاني كده واخداني للمديره في الدور التاني. وبعد كده واول ما دخلنا للدكتوره اللي هي مديره المستشفى لقيتها داخله كده بكل فرحه وانشكاح، جبت لك دكتور جديد اهو. وايه يعني تحس كده، يعني انا حسيت كده من طريقه كلام ان كان في دكتور قديم متكسر من هو طلع على السلامه، يعني مش عارف ايه اللي حصل ده. والمهم بقى بعد ما خلصت الورق بتاع الاستلام التكليف بتاعي وبقيت موظف رسمي في حضور وانصراف وحده الحاج هيثم، فقعدت بقى مع الدكتور عشان تعرفني ايه المطلوب مني، ايه واجباتي، الحقوق اللي ليا والكلام ده كله، يعني عشان اعرفه منها وكده. ولسه يا دوب الدكتوره هتبدا كلام لقيت موظف راح داخل مره واحده، وراح جايب ماسك في ايده ورق كده، اتفضلي يا دكتوره دي الحتتين بتوع النهارده، انا كده جبت لك 50 حته الاسبوع ده. بضحك كده ضحكه غريبه كده. فلقيت الدكتوره ابتسمت ابتسامه غريبه كده وايه، راح ماضي على الورق والموظف خده ومشي. انا بقى قلت في نفسي كده حته حتتين اكيد دي حته ارض، ياه الدكتوره ده قعدت سنه وبقت جاب اراضي كده 50 ارض في اسبوع، زمان الدكتورة دي بقى بقت مليونيرة دلوقتي، يا ده التكليف ده بيجيب فلوس موت على كده. الحمد لله كان نفسي اطلع اكل قوت الغلابة واشتري الاراضي بتاعتهم واشغلهم عندي زي احمد مظهر كده في فيلم ردة قلبي، واشتري بقى ارض الغلابة كلهم واشغلهم عندي ويجي يعملوا ثورة عندي كده كل يوم بالليل، وانا بكل انتخة كده اقول لهم مش فاضي النهاردة تعالوا بكرة. ياه الدرجات دي يا دكتورة التكليف ده مربح كده؟ ولسه يا دوب بحلم في أحلامي كده لقيت الدكتورة راحت قطعاني مرة واحدة وبتضحك كده وتقول لي حتة أرض يا دكتور، ده الأستاذ عبد الحميد وهو بيحب، ده مسؤول دفتر الوفيات وبيحب يقول على الوفيات حتت، وده طريقة كلامه معانا وبيعاملنا كده على طول وبيهزر معانا يعني. طبعا الدكتورة ضيعت لي كل أحلامي بدفتر الوفيات ده في أول يوم. طبعا على فكرة ده خلي بالك يعني ده مش فال حلو يعني كده في أول يوم أتبشر كده بالوفيات. المهم استعوذت ربنا بقى وقلت إيه تتعوض بقى المرة الجاية. فقلت بقى مسأل الدكتورة يعني الحاجات اللي ليا واللي عليا، وكل ما أسألها سؤال ترد عليا رد واحد بس، هتعرف بعدي. طب أسألك هتعرف بعدي يا بنت الحلال كده برضه هتعرف بعدين، مش عارف إيه ده. فقلت لها طب أنا طيب أنا مطلوب مني أعمل إيه كده؟ فراحت ماسكة ورقة وكاتبة عليها بقى ايه الأيام اللي هاجي فيها والمطلوب مني أحضر والكلام ده كله، تكتب 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 وخد يا ابني. خدت الورقة من هنا ومشيت، وما كنتش متخيل إن الورقة دي هتكون بداية حياة جديدة ليا، بداية حياة مليئة بالمواقف العجيبة، وده طبعا اللي هتعرفوه معانا في الحلقة الجاية. وشكرا كده النهاردة ونكمل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.